سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامله بخير وعلى خير، وان شاء الله ما فيديو هادي تلقاكم كامله مهنين. ونقول لكم اهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ وتدابير دادح، توجور مع التنظيم ولي زاستوس تاع اللي يسهلوا علينا الخدمه يعني في البيت ديالنا، ويخلينا منظمين وكل حاجه في بلاصتها، وما نولوش دي اسكلاف يعني للديور ديالنا. فوالا توجور مع التعلاق يعني ولي زيدي اللي يسهلوا علينا فريمون الحياه. انا هنا راح ندير لكم واحد الفكره درتها. هنا راكو في ان كوان تاع مور الباب تاع لا شومبر ديالي، هنا سي لا بورت تاع لا شومبر، وهنا سي لارموار ديالي، وهذا سي لو كوان اللي يجي مور الباب كيما راكو تشوفوا. ها هو ليك. انا هنا هادو السلات تاع، وراكو تعرفوهم نورمالمون، هادو السلات تاع الحوايج اللي نحط فيهم نشير، كوا الحوايج كي نحيهم من الحبل تاع نشير. فوالا. وهذه السله شوفوا هنايا، هذه سله صغيره وهذه السله الكبيره. الوغ كاسكو جي في، انا هنا جي بريفيري نعلقهم مور الباب كيما راكو تشوفوا. وعلاش علقتهم مور الباب؟ اولا جي غاني دو لا بلاص، عطاتني منظر شباب براتيك نحل مور الباب. هنا جيتوليز السله ديالي، كي نسحقها نرفدها هكذا. ها هي ليك، شوفوا كيفاش راني معلقتهم بهادو، ما اللي يتباعوا عند دروغري اللي نعلقوا بهم كلش. ها هي ليك، زوج هنا وزوج من تحت، وعلقت فيهم كيما راكم تشوفوا السله. فوالا، بطريقه سهله وبسيطه. كي نسحقهم فوالا كيما هنا، هذه واش راني دايره فيها؟ هذه كي باغ اكزومبل يكون عندي لو لانش تاع لو روباساج نحطو هنا، وهذه هي السله نحط فيها الحوايج كي نحيهم من الشير، ونجيب السله نعلقها هنا. كي نكون قاعده بعقلي، يكون كان عندي اماما، نقعد نحط السله قدامي ونطبقهم، واني قصاره مع ولادي ولا راني قصاره في التليفون ولا كل مره كل نهار ونهارو. ليسونسييل لو بلوز امبورطون انه كي نحي الحوايج ما يقعدوش مرميين فوق لي فوتوي، ولا مرميين كيما كاين لي يعني ينحوا حوايجهم يحطوهم ان بو بارتو، صافي لو ديزورد، وتكون بوتيتر هذيك لا فام مشغوله تعود اوبليجي تطبقهم، وصافي لو ستريس اكسيتيرا. الوغ انا هنا انا نقول باللي السله لازم حاجه لازمه في الدار، نيمبورت كيل سله، يفو با نتقيدو بنوع من الانواع، ولا كاين لومباغاج شوا، كاين سل تاع البلاستيك اي تو سا. الوغ يفو ميو افواغ سله تاع التنظيم تاع الحوايج كي نحوهم من شير، نحطوهم ومن بعد كي نكونوا قاعدين بيان سيغ يكون عندنا اماما رانا نطبقوا فيهم. وهذا التعلق، هذه فكره تاعي يعني اللي عجبته بيان سيغ، يعني نعلقوهم عطاو منظر شباب، وجي غاني سورتو سورتو جي غاني دو لا بلاص. كنت حاطتهم في ان كوان دون لا شامبر دي فوا في صالون، كل مره كيفاش، مي اليوم راني علقتهم هكذا، واني جيت نشارك معكم هذه الفكره، نتمنى انها تعجبكم. فوالا، هذه هي فيما يخص هذه الفكره. وعندي الفكره الثانيه، نروحوا نشوفوها. والفكرة الثانية هي هذا المنظم تاع لي مونش تاع البالي والفخطوار، لي لا ماجوريتي عندهم مشكل وين يحطوهم، يحطوهم هكذا كمون لابورت، ويكونوا باينين وماشي منظمين. الوغ هذا المنظم هذا انا جلو تخوف هايل براتيك، يتحط مور الباب تاع سال دو بان، ولا مور الباب تاع تواليت، ولا سي كون فو فولي، إل رونج بيان، ويسمى يجي مخبي بيسك يجي ديغيغ لي بورت. وزيد اون بليس شوفوا لو برانسيب تاعو كيفاش، ندخلو هنا في هاد لي دو، هادوما هاد لي دو تخيك لي كي نحطوهم هكا يشدو لو بالي تاعنا، يسمى ما يقعدش يطيح ولا يقعد يميل، ولا يكون هكذا يسمى فيكسي او ميغ. هادي هي الفكرة تاع المنظم تاع البالي والفخطوار. هذه هي الفيديو تاع اليوم حبيباتي، ان شاء الله تكون عجبتكم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا. على بالكم باللي كاشاك فوا نهضر على النظام وعلى لي زاستوس تاع لورانجمون، اختارش هما اللي يسهلوا علينا فريمون الشغل في الدار. وكي تقعدي تخدمي شغلك تخدميه بلو فاسيلمون، تنوضي باين حاجتك كل حاجه في بلاصتها، وما تحسيش بهذاك لو ستريس وتاني بالضمير دي فوا. وكي تكون الدنيا هكذاك مرويه تحسي احساس يعني اللي نفهمه فريمون، سورتو بور لا فام كي تخافاي، ولا لا فام اللي تربي، ولا انا نقول هذا احساس تاع كل فام عندها ان فوايي وتتمنى انه يكون نظيف. وباش يكون نظيف ويكون توجور كل حاجه في بلاصتها، هي قضيه نظام فقط. هذا مكان ومقعد لي دوكا، غنقول لكم دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.